بس انا عايز اوصلها. طيب ما تبطل قلة الذوق، استنى عشان انا والله انا نازله معاها، والله انا نازله معاها. هم عايزه عشان اقسم بالله هلم الدنيا واخد اقوم امشي معاها. ينفع اللي انت بتعمله ده؟ هو ايه اللي شغل؟ ينفع اللي انت بتعمله ده؟ ما تقعد ما تحسش ان انت مش عايزها. اوعى اوعى مسافر مسافرة عند اهلي. شورتي واوا، بص يا جدعان في جوه عم شورتي واوا وحاجات، وبصوا هي قاعده مندمجه مع العيال عشان خاطر تلبسها. انا حابب اشكر في الفيديو ده حمايه وحماتي العزاء. حمايه ليه وحماتي العزاء ليه؟ هتفهموا في الفيديو ده. ازيكم حلوين عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اول حاجه صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا بحب اشكر حماتي ليه النهارده؟ علشان هي اصلا ما كانتش جايه معانا ولا نازله معانا، اتصلت بيها قلت لها معلش هجيبك معانا النهارده. بس الفكره بقى ان انت هتيجي معانا، ان انت جايه عندنا تقعدي شهر بسبب في مشكله كبيره مع عم اشرف اللي هو حمايه، انتوا عارفينه اكيد، ومشكله كبيره جدا. تمام، وانا جاي اقعد عندكم شهر. تمام، طب طب ايه اللي هيجيب زوزو واحنا اصلا نازلين انا وعلياء والعيال نازلين نجيب حاجات؟ فقلت لها خلاص انت بتيجي معانا، يعني تيجي معانا عشان احنا عايزين نجيب حاجات فتبقى معانا، وهي بتحب اصلا تيجي في اي حته فيها العيال. تمام، انا ظبطت المعلومة ان هي اصلا هثبت الكاميرا وهحط الكاميرا كده في حته في مكان، واحنا نازلين احاول ان اظبط مع زوزو قبل ما نتحرك، يعني افضل اخر فعليا بحيث ان زوزو تيجي. تمام، وصلوا الفيديو ده ل 10000 لايك بجد بجد، وحابب اشكر زوزو جدا ان هي تعبتها معايا وان هي اتشحطت معانا. وبجد لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس واضغط لايك عشان احنا ايه شو عم الشورتي واوا يا جدعان. والناسه دي هتجننا والله، وقولوا لنا برده في الكومنتات والناسه دي غلط على البيبي ولا لا، فعشان انا ما حاسس ان هم بيعلموهم حاجات غريبه وبتاع. عمل ايه انا خلصت عليها اهو، بس بدور على الكوتش يعني. في حد؟ مش عارف. طب فين الكوتش؟ عجبهولك حق. ايه ده يا ماما؟ لا يا حمد. يا عم ايه؟ ايه يا ماما؟ مالك؟ ايه الشنطة؟ ايه ده في ايه؟ في ايه؟ عم جاهد عندك شوية. مالك؟ أبوك مزعقني في عشتي. بتسيبني في البيت؟ قاعدة عندك شهر. شهرين. بتتكلمي بجد؟ اه والله. بتسيبني قاعدة في البيت؟ اه. طب ليه كده؟ زهقت زهقت. بقيت تتخانق بقول لك ايه يا عنياء؟ انا هسيب له البيت شهرين كده ولا حاجه عشان هو يتعادل معاش، عشان هو فاضل له كام شهر طالع على المعاش، تعرفوا نتعاملوا مع بعض. طب ما انتوا مش هينفع انتوا على طول نعمل يا ستي، خلاص كبر وبقى بيعمل عمايل ملهاش لازمه. شهرين ايه؟ طب عمل ايه يا ماما يعني؟ عمل ايه؟ لا لا ده واقف لي على الواحده وبتاع. لا انا زهقت. ماشي انتوا طول عمركم كده مع بعض. الصبح فين الكوتشي؟ طب سيبني ليه؟ فين الكوتشي طيب؟ في المطبخ. لا كنت همسحه لك. مالك؟ طب في ايه اللي حصل؟ يا علياء مبهدلني على طول، بيعلق على كل حاجه ومبهدلني. ماما انتوا على طول نايل ونير مع بعض كده، ايه المشكله يعني؟ لا اله الا الله. ايه يا زينه؟ شيلي ويزعق ويزعق ويعمل دوشه وانت مش عاجبك حاجه، امال لما نطلع على المعاش هتعملي ايه؟ زعلني يا ستي. طب انت مسافره؟ مسافره عن تيتا ولا رايحه فين؟ لا اقعد معاكم شهرين؟ اه شهرين. شهر ما تقعد اللي تقعد شهور عادي. ما محمد على طول يقول لي تعالي اقعدي براحتك عادي. اه ما انا لما قعدت معاكم في الولاده كده اقعد معاكم عشان ايه؟ مش انت متضايق ولا ايه؟ لا يا حبيبتي مش متضايق. شكلك متضايق. لا متضايق ليه؟ فكك، هو صح كده عادي والله. شكله متضايق والله. هو صاحبي متعصب. هو صاحبي متعصب عشان الكوتشي، عمال يتخانق معايا على الكوتشي وتعالي معايا عشان ما اتاخرت وانا بلبس العيال كده يعني. انا ما عملتش كل ده. ما عملتش كل ده. خلاص يا فندم. ايه اللي عملته؟ طب انا عندي اروح عند ست. ايه اللي عملته؟ ما انت قاعده ماما في ايه؟ اقعدي اسبوع اقعدي اسبوع ولا حاجه. ده لا تيجي معانا؟ لا اقعدي اسبوع. طيب اقعدي اسبوع. حاجات للعيال تيجي معانا؟ ولا تقعدي هنا تستنينا؟ طب ما تيجي معانا؟ تعالي معانا ونغديكي بره، نغدي كلنا مع بعض بره ونقضي اليوم بره. تعالي معانا وانا اصلحك على عم اشرف وان شاء الله تروحي النهارده باذن الله. مش عايزه اروح انا، انا عايزه اقعد. انت عايزين نصالحك طيب؟ مش عايزه اتصالح. ما تقعد براحتها ومنصالحها لو هي ما تحب تروح. وانت ايه عاجبك يعني؟ عاجبك ان هم يتفرقوا يعني؟ لا مش يتفرقوا. لما هو يبقى يجي يصالحني، هو حلف ما هو جاي يصالحني. عجبهولك انا يصالحني؟ والله ابدا. سيبك براحتك. انا اقعد مزاجي ولا انا زعلانه ولا افضل تعالى صالح زوزو عشان عايزه تروح. افكر ان انا اللي عايزه اروح. ماله؟ مالك النهارده؟ ايه ده شويه؟ انت متضايق ان انا اقعد معاك؟ لا يا حبيبتي على ماله. ما هو اول ما دخلت يقول لي شهرين. لا
يعني عشان سبتي جوه البيت كده، سبت يا ستي، اتخلقت وسبت، اتخلقت وسبت، اهو معفرتني ابوك. خلاص انا هكلمه والله. كلمته قولي له ايه؟ هكلمه. انا مش عايزه حد يتكلم، مش عايزه حد يتكلم. خلاص اللي انت عايزه. انا اتخنقت على الاخر، اتخنقت كل حاجه بعملها ومش عايزه. معلش يا زوره، روحي يا زوره، روحي البيت كده واستني بالله. روحي البيت واستني بالله، يعني ده بيت. مش عايزه اروح. انت بتقول ايه؟ ده مستعد تقولي ايه؟ ده شويه، ايه ده شويه؟ ايه اللي رواه؟ ايه المضحك في ده؟ ما ايه اللي اكيد مش ده؟ مش شهرين مثلا. ما تهزرش مثلا. طيب ما تهزرش. طب ماشي براحتك بقى، بلاش هزار. ها نوره يا زوزو. ما اعرفش بيهزر ماله محمد النهارده. انا هروح عند امي. تروح عند امك ايه يا ماما؟ احنا عايزين اهو مع بعض. لا عادي. لا ماشي. ايه اللي ماشيه؟ ده محمد. ايه يا زوزو؟ بتقول لك ماشيه. لا يا اختي. طب اقعدي شويه. طب اقعدي لحد العصر. لا انا هنلحق نسافر. لحد العصر انت بتقوله ده؟ اقعدي شويه. ده هنسافر. هنسافر. انا بسافر عند امي. لا والله لا. والله ابدا. سيبي الشنطه، سيبي الشنطه. اقعدي طيب. لا لا اقعدي طيب. محمد بيهزر معاكي. لا لا محمد. خلاص روحي وانا اجيب لك الشنطه. انا لا ده انا ماشيه مسافر. محمد. روح مسافر. مسافرة عند اهلي. ايه ده مش عايز ماما تقعد معايا؟ لا طبعا فوق دماغنا. اقعدي يا زوزو لحد العصر. يا زوزو اقعدي براحتك. لا العصر انا هلحق اسافر عشان الدنيا ما تضلمش عليا. يا ماما انت مش بقى سفر. طب خلاص عشان خاطر السفر. الدنيا ما تضلمش عليا عشان تلحق تسافر. تسافر فين يا محمد؟ انت مش عايز تقعد معانا بجد؟ ما تنرفزنيش. خلاص زوزو سيبي هذا. اوعى. هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا اوعى. انا رايحه عند امي. انا رايحه عند اهلي بجد. ما انتش رايحه كده وبيهزر. بطل هزار بقى. ها؟ لا بطل هزار. اوعي بس يعني ما تحسش ان انت مش عايزها. اوعي. انا رايحه. انا عاوزه. وانا قلت لك حاجه زوزو؟ وانا قلت لك حاجه؟ انا قلت بدل ما اسافر عند امي اجي اقعد اخلي بالي من البت معاكم. فخلاص انا هروح عند اهلي اقعد معاهم خلاص. عشان كده كده مش ناوي ارجع. خلاص خلاص هخليك من البت. خليكي طيب. خليكي طيب. خليكي. في ايه؟ لا اروح. انا مش عارفه انت مالك النهارده. الصدفه غريبه. بتفتحها كده عشان تقيله دي. بابا كل هدومي. خشي يا ماما تعالي. تعالي خشي شوفي لايه. طب تعالي شوفي لايه. لا خشي ده بس. خشي سيبي سيبي الشنطه دي والنبي سيبيها. تعالي بس خشي على شوفي لايه القعده. بص تعالي اوريها لك. طيب تعالي اوريكي لايه. تعالي استغفر الله العظيم. تعالي تعالي مالكيش دعوه بيه. شوفي لايه مالكيش دعوه بيه. طب بصي على هنا اللي هي هوريكي حاجه يا ماما. اسمعي الكلام. تعالي 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 بس ادي خشي بس كده. بصي اللي هي لابسه ايه عشان تترجيه. بصي على لابسه ايه. خشي بصي عليا. تعالي عايزك. هو انت ينفع اللي انت بتعمله ده؟ هو ايه ينفع اللي انت بتعمله ده؟ ما تقعد تزعقها يا محمد. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ازاي تتكلم معاها بالطريقه دي اصلا؟ لو مامتك هتتكلم معاها تعالي صوتك عشان ما تسمعش. لو مامتك هتتكلم معاها مش شهرين. لو مامتك قالت لك تقعد هنا سنه حتى احنا نقول لها حاجه. انا ما اتكلمتش. محمد اتكلم مع مامتك. انا ما تعرضيش. اتكلم مع مامتك عشان اقسم بالله هلم الدنيا واخد اقوم امشي معاها. هتروحوا فين بقى؟ تقعدوا تتكلموا هنا شهرين؟ اتكلم معاها عادي. اتكلم معاها عادي عشان انت عمرك ما اتكلمت. ايه؟ ما تخليكي مع العيال. ده ماشي. في ايه؟ ماشي. ماشي رايحه فين؟ رايحه عند امي. لا هو محمد كان بيهزر. لا لا مش تقعد تهزر يا ابني. ولا انا ما قلتلكيش حاجه يا زوزو. ما ولا حاجه يا عم. انا رايحه اصل انا هقعد عند امي شهرين ومش هقعدش معايا هنا هيجي اقعدي معايا. لا لا طب اقعدي هنا يوم يومين ثلاثه. اقعدي معانا يومين ثلاثه. انت عايز تروحي عند تيتا وتعالي عندنا تاني كده قراري بقى. انا هقعد عند امي يومين ثلاثه زوزو. لا 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 انا لازم امشي. طب ما قابلت جوزك الصراحه لما اخذ يعني ما قابلتوش. طب اقعدي عشان والله العظيم لا ماشيه معاكي. لا اقعدي. لا والله العظيم لا ماشيه معاكي. لا انا جاي اخرب عليك. انا مش عشان انت اصلا قايل لي الزور يا محمد بجد. ماشي والله العظيم. تعالي طيب خلاص هقعدها اسبوع. طيب يا ابني اوعي تبطل قلة الذوق اللي فيك دي. استنى انزل اوصلها. طيب ما تبطل قلة الذوق. تعالي استنى عشان انا والله انا نازله معاها. والله اللي نازله معاها اوصلها. طيب والله اللي نازله معاها اوصلها بيت جوزها. ما عندناش بلد تسيب بينها. فانت بقى نسيب بنت جوازه. انت حاجه عليك. يلا عشان تيجي معانا. كل شويه نسيب له روح بيتك. انت عيب عليك يا زوزو. مش عايزني. عيب عليك. ده انت حبيبه قلبي. انتوا بتهزروا؟ اليوم حبت منها تنزل دلوقتي. ده بجد بتهزروا؟ حبيبي بتطلع معفنه قوي. بتصوروا بقى ولا ايه؟ اه
ده بتصوروا فين بقى الزرف ده؟ مالكيش دعوه. عند البلكونه من ورا مهندس الطرق. ده وقته يعني؟ لا احنا حرين. يلا خش نقعد مع العيال شويه. يلا رب. يلا رب. يا معلمي. ايه بجد بتهزروا؟ اصل انا بجد ما كنتش مصدقه ان انت بتعمل كده مع ماما اصلا. شهرين قول يعني. اسبوعين قول اكتر. شهرين تقعد العصر وامشي. اقسم بالله يا زوجي. اقعدي وامشي. طب بصي انا عاجبها وصالحه. انت وامي الوحيدين اللي انا اقدر اعيش معاكم في حياتي طول عمري اقسم بالله. يعني انت تنوري البيت يعني لو هتقعدي معايا طول العمر اقسم بالله تنوريني. انت زيك زي امي والله العظيم. يلا بينا. يلا بينا. بجد؟ خدها معانا في الساعة وأوديها وأوديها جرين بلازا كمان. يا ابن الذين تمام ماشي والله العظيم هسيبك بصراحة. أصل حرام إن أنا أقول لها على المقلب وأجيبها كل ده وفي الآخر يعني ما طلعهاش بمصلحة. لا فاهماني؟ أيوة يا محمد بجد. تفكيرك إزاي؟ فكرة مين دي بقى؟ فكرتي. ما أجيب أكيد الأفكار الشيطانية دي بتاعتك. وهيأكلني مكرونة الشينيز. ماشي يلا بينا. يلا عشان بنتك نامت. أنت تصدقي إن أنا أعمل كده مع أمك؟ لا أنا كنت مستغربة أوي. انا استغربت اسلوبك قوي. لو انت عمرك اصلا ما كلمتني حد كده. لا بالظبط. ايه يا محمد؟ ما انا قلت في الاول من كتر ما انا قليل الذوق بقيت عماله تضحك مش مستوعبه. انا قلت بتهزر والله جايب لي انت بتهزر فاهم؟ اهزر ازاي طيب؟ بتهزر معايا يعني اهزر ازاي؟ انا حبيت تفكها يعني. ايوه انا مصدومه جماعه والله العظيم. اتقالوا بقى هعمل فيها ميل ما تتعملش. اتقالوا عشان هو بدا يغفلني تمام راجع يغفلني زي الاول. استنوا اللي جاي مني وصل الفيديو ده بقى على 10000 لايك.